برحب بيك كابتن اسامه حسني، وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. على بركه الله وبمشيئه الله تنطلق اولى مباريات النادي الاهلي في بطوله الدوري العام الجوله الاولى، او نقول بقى بطل نصف العالم، امام سيراميكا كليوباترا اليوم على استاد السلام في 8 مساء، وهي المباراه الاولى في دوري نايل. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للاعبتنا للجهاز الفني بالكامل. ان شاء الله النهارده يكون التوفيق معانا للتحضير في وقت ضيق جدا. الانطلاقات بتكون مهمه كابتن اسامه، وانت عارف البدايه لابد تكون جيده، عشان كده النهارده بنامل كالعاده من كل لاعبتنا ان احنا نحقق الفوز في هذه المباراه بالجديه، باصرار، بروح كبيره جدا معروفه عن لاعبي النادي الاهلي. بالتاكيد المعنويات مرتفعه، الثقه اللي فيها حذر كبير جدا موجود عند لاعبي النادي الاهلي، لكن زي ما بقول لك مباراه سيراميكا اليوم مباراه غايه في الاهميه، غايه في الصعوبه، انطلاقه قويه لفريق النادي الاهلي. واجهوا بعض اكتر من مره، ويمكن كمان في الايام الاخيره او في الفتره الاخيره النادي الاهلي واجه نادي سيراميكا بشكل متتالي في المباريات، فعشان كده نقدر نقول خلاص كابتن ايمن الرمادي مستر كولر، خلاص الاوراق او الشكل العام بالنسبه للفريقين موجود هنا وهنا، لكن ان شاء الله باذن الله تكون الغلبه لينا كالعاده. عندنا اوراق كالعاده، سكواد النادي الاهلي سكواد رائع، مين هيكون غايب مين مش غايب بيطمنا، اللي موجود بيسد وبيأدي. وميزه اللاعب النادي الاهلي كابتن اسامه، وانت كنت واحد من النجوم وعارف ان القلب واللي قاعد على الدكه قلبه اكتر من اللي في الملعب، عشان كده النجاح بيكون للمنظومه. توفيق ربنا سبحانه وتعالى ما بيكون مع لعيبه النادي الاهلي او مع لعيب او اتنين في المباراه او في ال11 اللي بيكونوا متواجدين، الامور بتختلف بشكل كبير جدا، والامور بتكون ميسره لينا في المباراه. عشان كده ان شاء الله النهارده باذن الله الاختيار اللي هيتم اختياره مستر كولر في التشكيل هيكون مهم جدا. الادوار، العناصر، مش هنقدر نقول بشكل عام ايه العناصر اللي ممكن تتغير النهارده، لكن عندنا غيابات، ممكن نشوف بعض اللعيبه. لكن لو بتكلم معاك في الغيابات يا كابتن اسامه، في البدايه النهارده يمكن بنفقد اشرف داري، بنفقد ايضا كمان ياسر ابراهيم، كهربا، كريم الدبيس، عمر الساعي، لكن اشرف داري وياسر ابراهيم هي للاصابه، لكن الرؤيه الفنيه كانت كهربا وكريم الدبيس وعمر الساعي. متواجدين كالعاده كابتن اسامه في فندق الاقامه، بنحاول ننقل كل الاجواء الخاصه بمباراه اليوم النادي الاهلي، التوجه اللاعبين، طبعا فتره الغداء، السناكس، المحاضره، كل الامور دي بتكون مهمه جدا، وجمهورنا كمان بيكون سعيد جدا لما بيتابع وبيشوف خطوات اللعيبه وتحركاتها خطوه بخطوه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي في فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. المحاضره الفنيه الاخيره لمستر كولر كالعاده اللي هيقول فيها التشكيل، الراجل عودنا على هذا الامر، الكل بيكون داخل المحاضره، محدش عارف مين هيكون متواجد، لكن المحاضره الفنيه ما بتاخدش وقت كتير، ومنها على طول تحرك الى استاد السلام. استاد السلام يعني طبعا النهارده النادي الاهلي بيخوض عليه هذه المباراه، بقاله فتره النادي الاهلي ما بيخوضش على استاد السلام مباريات. ان شاء الله باذن الله بنتمنى النهارده يكون في انسجام سريع على ارضيه الملعب. هيكون فيها لود وضغط كبير جدا عليها، وممكن مباراه الامس بدات على استاد السلام، لكن يعني بنامل ان شاء الله يكون في تهذيب للنجيله، الصيانه، الرش، الامور المعتاده قبل كل مباراه، لان بيساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. اما ارضيه الملعب بتكون مستقيمه، شوف استاد القاهره الحقيقه النادي الاهلي بيأدي عليه اداء رائع في كل البطولات، وتحديدا كمان في المباريات الدوليه او البطولات الافريقيه. فان شاء الله باذن الله استاد السلام اليوم يكون مهيئ بشكل كبير جدا لاستقبال النادي الاهلي وجماهيره. وجماهيره دي نقطة مهمة جدا، كل التحية لكل جمهور النادي الأهلي على الرسالة الداعمة المستمرة الحقيقة لكل اللاعبين. النهارده إن شاء الله العدد هيكون قليل يا كابتن أسامة، لكن مؤازرتهم وحماسهم وتشجيعهم لفريق النادي الأهلي بيكون ليها مفعول السحر. زي ما شفت استاد القاهرة الحقيقة الهتاف الكبير جدا هو اللي فوق اللعيبة، جمهور النادي الأهلي عارف إمتى يشد وإمتى يفوق اللعيب، إمتى يهتف للعيب. فإن شاء الله بإذن الله المردود هيكون على لعيبة النادي الأهلي بشكل دقيق جدا، وثلاث نقاط يا كابتن أسامة هيكونوا مهمين جدا في انطلاقة بطولة الدوري العام. الأمور ماشية بشكل طيب بشكل مطمئن جدا حتى هذه اللحظه. ان شاء الله باذن الله مع وجودنا في استاد السلام ننقل بقى كل الاجواء الخاصه كابتن اسامه بارضيه الملعب، حضور الجماهير، الحاله طبعا اللي قلنا عليها على استاد السلام اللي هيستقبل اليوم مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وثلاث نقاط بمشيئه الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي. شكرا لزميلنا المتالق دائما كريم احمد. هنروح لفاصل ونرجع نتكلم عن ملف مهم، كلمتين كده للناس اللي بتشكك في الاهلي العالمي.